حنروح سلمى لأول فقراتنا ولا المساحة التربوية، ورح نحكي فيها عن تعليم الصبر للأبناء. اليوم وقت منقول الصبر نحن عم نحكي عن أهم نعمة عطانا ياها رب العالمين. يمكن يا سلمى بدون الصبر نحن يعني كتار مننا خلينا نقول كان بحالة ضياع، بحالة انهيار، ما نقدران اليوم نتخطى أي مشكلة بتواجهنا بحياتنا. قد المهم اليوم نتعلم الصبر ونعلمه لأطفالنا. أكيد فرح، أكيد متعودة عذريني. أكيد رشا، يعني الصبر مثل ما بيقولوا هو مفتاح الفرج، ودائما رب العالمين بيحطنا باختبارات كتير لحتى يشوف مدى قدرتنا أنه نحن نمر. دي مهم اليوم يكون هذا الشيء موجود عند الأطفال أو يزرعوا الأهل من هن أو صغار عند أطفالهم. أكيد سلمى، اليوم بتعليمنا لأبنائنا كيفية الصبر نحن قادرين خلينا نقول نقطع فيهم مسافة أمان كتير منيحة بحياتهم. رح نعودهم كيف يتجاوزوا مشاكلهم، كيف يصبروا على المر قبل الحلو. رح نروح بهدول التفاصيل وغيرهم من الاستفسارات مع ضيفتنا لليوم وهي الأخصائية التربوية نغم التربية. يسعد صباحك يا نغم، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين، وينعاد عليكم كل الأعياد بالصحة والخير. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك ورمضان كريم ينعاد عليك يا رب. خلينا نبلش، يعني هذا الشهر الفضيل دائما بيحمل قيم هامة، الصبر أول هاي القيم. إحنا اليوم عم نحكي عن فئة عمرية كتير مهمة. هل يا ترى الطفل بيقدر يفهم شو مفهوم الصبر، أو كيف أنا فيني أشرح له للطفل هذا الشيء؟ بالبداية من الجميل جدا أنه نحن نبدأ نزرع بأطفالنا قيم ومبادئ صحيحة وأساسية. طبعا مو بس الصبر، في الصدق، التعاون، المحبة، كتار من القيم، لكن أهمها هو الصبر. نحن اليوم كمربيين آباء أمهات بصراحة بتحدي كتير كبير مع هذا الجيل بسبب التطور يلي نحن عم نعيشه، والتكنولوجيا، تطور العلم والتواصل الاجتماعي. هذا الشيء عم بيخلينا نخسر قيمة الصبر، لكن هذا ما بيعني انه هذا الشيء غلط، لا بالعكس، حلو التطور وحلو التكنولوجيا، لكن نتعامل معه بشكل صحيح. مثل ما حكينا انه هو الصبر، مفهوم الصبر هو شيء مجرد، كيف انا بدي اخليه شيء محسوس بالنسبة للطفل؟ كنا نحن وصغار ننطر برامج الأطفال إذا بتتذكروا بساعة محددة لحتى تطلع نحضرها، ننطر لليوم الثاني بنفس الموعد لكلنا نكون موجودين تمام لنحضر برامج محددة نحن منحبها. اليوم طفلي لما بده شيء يحضره أو إذا كان بده يحضر كرتونز هو بحبه، ما بينطر لليوم الثاني، فوراً بيفتح الآيباد، بيفتح على الشيء اللي بده إياه وبيحضر الحلقة كاملة بدون ما يجزأ. هون الغلط، هذا الشيء اللي نحن ما عم نوصفه بطريقة صحيحة. نحن كأهل لازم ننظم وقت الطفل، لازم نحدد له الساعات لحتى ينتظر. الانتظار بحد ذاته هو عم بيعلم على الصبر. كمان زمان كانوا لما بيبعتوا رسائل لحدا مسافر بينطروا أسبوعين، ثلاثة، أربعة لحتى يجيهم الرد. هذا الشيء عم يخلق صبر عندهم. اليوم نحن بكبسة زر عم نكون مع أخواتنا البعاد المسافرين بكل لحظة وبكل دقيقة. هذا كمان ما بيعني إنه هذا الشيء غلط، لا بالعكس، لكن نحن نعرف كيف بدنا نتعامل مع هي القيمة، كيف بدنا نزرعها بشكل صحيح بأطفالنا. هذا الموضوع كتير مهم وضروري بحياتهم. طيب اليوم وقت منقول نحن كيف قادرين نزرع هي البذرة عند أطفالنا، كيف نحن قادرين اليوم نعودهم على الصبر بعد ما نحن نروح معهم لمفهوم الصبر؟ اليوم في أساسات، في مبادئ مفروض نحن كأهالي نتبعها، يعني وأنتم اليوم كأخصائيين تربويين في تشاركية جدا أيضا بين الأهل والمدرسة. شو أهم الأساسات اليوم أنا بعتمدها مع طفلي ليقدر يعرف شو يعني الصبر وينفذ ولو جزء بسيط منه؟ الصبر ما فينا نبنيه بالكلام والفلسفة، الصبر لازم بالمعايشة. يعني أنا لما أكون قدوة حسنة مثل ما تفضلتي حضرتك أنه في تعاون بين المدرسة وبين الأهل، ما بيكفي أنه أنا كأم كون مع طفلي بس، لازم أنا أتعاون مع المدرسة لحتى الطفل عم بشوف الحركات، عم بشوف التصرفات، عم بشوف ردود الأفعال.
كل هاي الأمور عم بتساعده، يا أما هو يكون انفعالي يا أما ممكن يكون حدا صبور. طبعا نحنا كيف منبلش مع أطفالنا من هنن وصغار؟ كيف أنا بدي أزرع هاي القيمة؟ هي شيء مجرد، كيف بدي حوله لشيء هو يحسه عن جد يصير يتعامل معه بحياته؟ الطفل أول ما بيوعى هو وصغير بيمشي فورا، نحنا منشيل الولد ومنخليه يرجع يمشي من أول وجديد. لا، خلينا نتركه. مثلا طفلي طلب كاسة مي، أنا فورا بروح وبأدي له هذا الشيء. حلو أنه نحنا نهتم بأطفالنا، لكن ما عم نقدر نميز بين حاجاتهم وبين الشيء اللي نحنا لازم نزرعه أو القيم اللي لازم نزرعها فيه. علاقة هذا الموضوع أو هاي المواقف علاقتها بالصبر، أنه أنا هون ما خليت ابني حتى يحكي شو بده، فوراً عطيته الشيء اللي بده إياه. وهذا الشيء اللي عم نعاني فيه بوقتنا اليوم، أنه أطفالنا ما عندهم صبر ينطروا لتاني يوم مثلاً لجيب لهم هدية، أو مثلا ما في عندهم هذا الصبر لحتى انه اوكي يلا بعد شوي بنطلع مشوار، بعد ساعه. هي حتى النطرة الساعه ما عندهم اياها. فالسبب هو انه نحن ما عم نعرف نتعامل معهم بطريقه صح. بدي اتعامل باخر، لما بدي اتعامل بطريقه صح باخر تقديم الاشياء لطفلي. ما بيعني اني انا احرمهم مثلا حرمان كامل، لا، باخر برتب مثلا المواقف. صحي ابني من النوم، بده ياكل، بده يفطر، اوكي رح نفطر، روح اعمل اكثر من شغله، مثلا ترتيب الامور، غسل، فرش اسنانك، مشط شعرك، عمل كل هي، بيكون جهز الاكل. هذا هي الامور او هي المواقف اللي بنعملها مع اطفالنا ممكن يكون فيها صعوبه بالبدايه، واكيد رح نلاقي صعوبه. الحلو انه نحن أبداً ما نوقف عند هذا الموضوع، يعني ما يأس إنه أنا لا جوعان، لا أنا بدي آكل، لا أنا بدي الشيء اللي بدي إياه بدي يحضر، لا هذا الموضوع كتير غلط. ما علي، خلي يكون عندي حزم بالتعامل مع الطفل، يعني خلص أمورك بالمرة الأولى رح يعذبني والثانية رح يعذبني، ممكن وصل للمرة العاشرة لحتى شوي هو يتقبل هذا الموضوع. انطفاء، إذا اختفت قيمة الصبر عندي وعندك وعند غيري، هذا رح يعرضنا لليأس، للخوف، وهذا الشيء هو اللي عم بيصير عنا. يعني أي تعديل سلوك أو زرع قيمة عند الأطفال بالمحاولة الأولى أو الثانية نحن عم نيأس، وهذا اليأس عم بيخلينا نعمل ستوب. فهون لا، بالعكس، ضلني بحاول لحتى أوصل للشيء اللي بدي إياه. دائما منقول التربية هي مو كبسة زر، التربية هي استمرارية، لازم نستمر وكل يوم نعطي معلومة جديدة لأطفالنا لنحصل على الشيء اللي بدنا اياه. يعني. أكيد. أستاذة نغم، نحن عم نحكي عن الصبر ونحن بشهر الصبر مثل ما بيقولوا، الصيام أول شيء بيعلمنا إياه كيف نصبر بالوقت، كيف نحس بغيرنا الجوعان اللي ما نقدران يأكل. قد ايه مهم يمكن نبلش غرس هاي القيم عند أطفالنا، وخصوصا بهذا الشهر الكريم، ما يعتقدوا أنه هو فقط مجرد طقس أنه أنا ما بأكل ما بشرب لعدد ساعات من الوقت. لا طبعا، في كتير أولاد بيحبوا أنه لما بيشوفوا أهلهم، خصوصا بهذا الشهر الكريم مثل ما تفضلتي حضرتك، هو مو موضوع بس الصيام، في كتير قيم نتعلمها بهذا الشهر الكريم، لأنه الأهل، الأقارب، الأصدقاء عم نشوفهم عم يتعاملوا بطريقة ممكن أكثر ما تكون بالحالة العادية بالأيام العادية. فالطفل لما بيطلب أنه هو يصوم ما نرفض هذا الموضوع، أنه لا ابني صغير لا ما بيصير، ما عليه، خلينا بيصوم مثلا ساعة، باليوم الثاني ساعتين، ممكن باليوم الثالث، طبعا حسب الأعمار، يعني بترجع هذا الموضوع بيرجع للأهل. غرس هي القيمة، أو أنه نحن الصيام هي مدرسة الصبر، فكتير مهم وكتير ضروري أنه نحن ما نصد الأطفال، يعني لا أنت بعدك صغير يلا بعدين، لا شوي شوي، ما عليه، خليه عن رغبته ويتعودوا. تماما، دائما لما بيجرب الطفل بتفتح هاي التجارب، بتفتح ابواب كثيره امامه. اليوم عم بيصوم، بكره بيصير يصبر، اللي بعده بتصير الحياه اسهل امامه. اي شيء بحياتنا، اي شيء هو بيتطلب صبر، تعلم بده صبر، لبناء المهارات بده صبر، اكتساب الخبرات بده صبر،
كل هاي الأشياء إذا ما كنا صبورين رح نفشل بحياتنا. لهذا السبب نحن منشوف قلال الأشخاص اللي هن بيومنا هاد، وخصوصا أطفالنا، لأنه عم نأمل لهم احتياجاتهم ولأنه ما عم نخليهم يجربوا أو يكتشفوا، فهذا الشيء اللي عم بيخليها تضعف قيمة الصبر عندهم. وقت بنقول ذكرتي حضرتك مثال، خلينا نقول نحن كيف ندرب هذا الطفل، وعطينا مثال بترتيب غرفة النوم، انه نحن ما نجيب له كل شيء بوقته، خليه نعطيه شوي فرصة لإله كرمال يصبر تمام. اكثر اليوم فيها النشاطات ايضا انا بقدر اتبعها مع طفلي لحتى دربه اكثر على الصبر. واحيانا بنشوف سلمى بيقولوا فلان صفاته صبور، يعني تمام. هاي مكتسبة او ممكن تجي جينات نحن منطورها بالتدريب او لا؟ يعني هي بتجي عن جد بس جينات قيم؟ طبعا هي قيم بيكتسبها الطفل من السلوكيات، من الوسائل اللي عم بيشوفها. نحن لنقدر نزرعها بشكل صحيح وتكون مؤثرة بأطفالنا وتأثيرها ياخد مدى لحياته بعدين، لازم نوع بالوسائل. أعرف أنا عمر السنتين غير عمر الأربعة، غير عمر الثمانية مثلا، غير عمر الخمستاش. بعمر السنتين أنا ما فيي حاور ابني، أنا بدي خلي شيء واقع أنا بس قدامه، لأنه بهذا العمر بيكون هو عم بيقلد الكبار. صح ما بيعرف شو يعني صبر، بس مع التكرار دائما، مع هذا التكرار هو عم يكتسب هي القيمة. ابني بعمر 12 خلينا نحكي، أنا كيف أكيد ما بروح يعني هو بيكون عم بيشوفني وبيقلد بعمر صغير وكبر، فأنا هون لازم حاوره بهذا العمر. يعني كل عمر إلى شيء محدد، إلى وسيلة لازم استخدمها لأتعامل مع طفلي. لكن بالنهاية دائما نحن منقول ومنأكد إنه التربية لازم استمرارية فيها. يعني أنا ما بوقف إنه خلص أول 5 سنين اكتفينا، زرعنا قيام، ربينا الطفل، وجهنا، لا لا أبدا، التربية بدها استمرارية. كيف قطرة العين؟ أنا لما بروح لعند الدكتور بيوصف لي قطرة عين، إنه أنا باخذ مثلا نقطة الصباح نقطة المساء. التربية هيك، قليل مستمر أفضل من كثير منقطع. هاي الشغلة لازم نحن دائما نأكد عليها. بتجي أمهات مثلا بتخلي إنه أنا ابني ما عم يعرف يكتب، ما عم يعرف الأحرف، ما عم يعرف شكلها، هاي الأمور. طيب هذا الموضوع بده صبر، لأنه دائما بالتكرار الطفل عم يتعلم. أنا لما بدي أغرس قيمة قلوب أطفالنا، أول شغلة بعملها بغرس هي القيم بشكل صحيح لحتى تأثمر معي. بعدين تكرار، والمرحلة الثالثة هي التفاعل، اتأكد أنه ابني تفاعل مع هي القيمة، مو بس أنا علمتها. وأهم شيء القدوة الحسنة، يعني أنا بعلم الطفل الصدق، أنا عكس هذا الشيء، بعلمه الصبر، أنا ماني صبورة. لا، هذا الموضوع كتير غلط، بدي يكون قدامه قدوة حسنة لحتى هو يقدر يطلع، لحتى يقدر يكون عن جد يواجه الحياة، يكون عنده ثقة بالنفس، لأنه الصبر بتخليه يتأقلم مع كتير مجتمعات ممكن يطلع عليها. اليوم أطفالنا تحت رعايتنا، لكن بكرة لما بيطلعوا للمجتمع الكبير، لما بيسافروا، إذا ما كانوا صبورين كتير صعب يكونوا ناجحين بحياتهم، لأن الصبر هو شيء كتير أساسي وضروري بالحياة. أكيد، يعني بنتمنى يكون الكل استفاد من هاي المعلومات. بدنا نشكرك أستاذة نغم تربة على وجودك معنا، ونرجع نقول لك مرة تانية نهارك سعيد ورمضان كريم. أنتوا أسعد.